كثير بحب اني اغني، بقولوا لي ان صوتي حلو. اهلك بدعموك؟ اصحابك؟ ايه اهلي دعموني واصحابي كثير دعموني، يعني من الصبح اتصلوا فيي تلفونات يقولوا لي كيف استعداداتك ونيجي عشان نشجعك وهي، قلت لهم انه اذا حابينكم تيجوا تعالوا، بس ما فيش حاجه يعني انا مستعد منيح. غناء اشي يعني انا خلقان معه وحابه. انت من قريه؟ من قريه عبلين. يا هلا جريس. اهلا يا جريس. ايش عمرك؟ ايه 20 سنه. تفضل جريس. يلا الى الامام. ايه حابب اغني لكم لفيروز سهر الليالي. تفضل. شو كانت حلوه الليالي والهوى يبقى ناطرنا وتيجي تلاقيني وياخدنا بعيد هدير المي والليل. لي 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 لي. كان عنا طاحون ع نبع المي قدامه ساحات مزروعة في وجدي كان يطحن للحي يمحو سهريات ويبقوا الناس بهالساحات شي معهون كياس شي عربيات رايحين جايين عطول الطريق تهدر غنيات. يا سهر الليالي. العافية جريس. جريس احنا كتير مصرين انك شاركت وكان عندك بالفعل يعني الجرأة انك تشترك في البرنامج واحنا نقدر هاي الجرأة لك، بس واضح جدا انه يعني كمان احنا من ناحية صوت لسه بنشوف انه بعد بده صقل. يعطيك العافية وان شاء الله في منافسات تانية يكون لك دور احسن مني. قالوا لي انه مش يعني كل هالقد ان شاء الله منافسات تانية. ضيقت شوي بس مش مشكلة، تقبلت الموضوع، تقبلت بروح رياضية مش برافو عليك. مش مشكلة يعني. إن شاء الله بنفس التاني. أهلا يا ريموندا. تفضلي. في يوم وليلة ليلة ليلة خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة أنا وحبيبي حبيبي حبيبي دوبنا عمر الحب كله في يوم وليلة عمري ما شفته ولا قابلته وياما ياما شاغلني طيفه عمري ما شفته ولا قابلته ويا ما يا ما شاغلني طيفه وفي يوم لقيته هو اللي كنت بتمنى شوفه نسيت الدنيا وجريت عليه سبقني هو وفتح ايديه نسيت الدنيا وجريت عليه سبق ريموندا. ريموندا هاي الديافراغما اللي هو الحجاب الحاجز هذا لازم يشتغل وقت الغناء مشان يطلع في عنا الصوت والدكتسة بشكل ممتاز لأنه عندك الصوت الجميل. بالنسبة لي أنا مقبولة إذا الأستاذ زعي معي والأستاذ بوافق. كمان موافق. بتغني بشكل عام يعني بأطار؟ بغني وحاليا بتعلم جامعة القدس بالأكاديمية الموسيقى. أي سنة؟ أولى خلصت. خلصت عند أي أستاذ؟ كميل شجراوي. حلو ريموندا، يعطيك العافية للأمانة. يعطيك العافية، مبروك. شكرا. شو حاسة ريموندا؟ معلش وقفوني بنص الغناء. أستاذ البروفيسور غاوي بقول لي من ناحيتي أنت مقبولة. بقي التنين اللي حدوا اللي هن أمل مرقص ومحمد بكري كمان قالوا لي مبروك ومقبولة يعني فيش أجيحكو. يا أبي فرانسيس من حيفا، قديش عمرك؟ 22 21. يا أب شو حاسس؟ حلو، إحساس حلو، حابب إنه أنا أوصل وحاسس إنه البرنامج هذا كتير مناسب إنه أفوت عليه أقدم فيه. برنامج حلو، إحساسي
مع البرنامج. إن شاء الله بيكون كل شيء تمام، الله بوفقنا بوفق الجميع طبعا. يا صياد الطيور يا خالي، صباك عن زناد الموت، أنا عصفور ضعيف الحال، ولا كفيش لعيال النور، أنا العصفور ولي في الخضرة والمية، أنا المولود على كفوف الجنينية، أنا العصفور ولي في الخضرة والمية. يعطيك العافية، انت بتنتقل من ناحيتي للمرحلة الثانية. نلقاك في المرحلة الثانية. شهاب انت موهوب وعجبني كثير، مع انك غنيت لجورج وسوف انك غنيت بروحك انت ومش روح، ما قلدتش بالنجاح. انت معنا. شكرا. اهلين. ولا بعدين معك. نفعت عضبطني؟ اه حبيبي ولا معنا. حبيبي. اقول لك مبروك وش اسمه؟ وكمان مرة مبروك. وكمان مرة مبروك. بدي اقول لك بس شيء واحد. اعطيني. يبارك فيك من كل قلبي. اسمع، انا بعرف انه انا امنت فيك كل الطريق، وكنت عارف انك انت رح توصل ورح تنجح وتظبط الوضع وتشد الهمة وتطلع على القمم وتحطم الجبال وتوصل لغيوم وتكسر الصخور. احنا خلينا على الارض بالاول. لنعلى كتير. لنعلى كتير. ما في طاير على وإلا وقع بكير. وغير فكرك ما حاطيني ولا رواد اللي كان ولك شي حاجة.